Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 29 أغسطس عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. نقيب الصحفيين: أولوياتنا إعادة تأسيس النقابة ولن يضيرنا عدم اعتراف اتحاد الصحفيين العرب. ولجنة الانتخابات تواصل فرز أصوات عضوية مجلس النقابة حتى وقت متأخر من الأحد. الدفاع المدني يعلن وفاة 99 شخصا وإصابة 94 آخرين جراء السيول والفيضانات ووفاة 3 أطفال في معسكر كلمة جراء السيول. استمرار إيقاف التحصيل في 4 محليات بغرب كردفان ونازحو معسكر زمزم يواصلون الاعتصام ويلوحون بنقله إلى الفاشر. استمرار حصار منطقة قبي بمحلية هبيلة في غرب دارفور لليوم 11، والدولار يقفز إلى 580 جنيها. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلن نقيب الصحفيين المنتخب حديثا عبد المنعم أبو إدريس إنه أولوياتهم تتمثل في إكمال تأسيس النقابة التي كانت غائبة لأكثر من 30 عاما، وأوضح في مقابلة مع راديو دبنجة إنهم يولون استعادة علاقات النقابة على الصعيد الإقليمي والدولي أهمية قصوى، وأشار الاهتمام باستعادة حقوق الصحفيين ومنحهم أجر مساوي للعمل الذي يؤدونه، وشدد أبو إدريس على الأجر المتساوي للصحفيين والصحفيات والتدريب. وأضاف هذا الخصوص: نحن أول أولوياتنا نسميه إكمال تأسيس النقابة، باعتبار أن النقابة ظلت غائبة لأكثر من 33 عاما وتحتاج إلى تأسيس من البداية، ده من الأولويات الرئيسية جدا. وحول رفض مسجل تنظيمات العمل ومجلس الصحافة للانتخابات، قلل نقيب الصحفيين عبد المنعم أبو إدريس من أهمية رفض مجلس الصحافة للانتخابات، مؤكدا أن ذلك ليس من مسؤولياته أو سلطاته، وأوضح أن النقابة أخذت شرعيتها من الجمعية العمومية للصحفيين والقوانين الدولية التي وقعت عليها حكومة الفترة الانتقالية المتمثلة في ميثاق منظمة العمل الدولية. وأوضح أن عدم اعتراف اتحاد الصحفيين العرب بالنقابة لن يضيرها في شيء لأنها تستند إلى قواعدها. وأضاف عبد المنعم أبو إدريس نقيب الصحفيين في هذا الخصوص: المؤسسات التابعة للحكومة مثل مجلس الصحافة هذه ليست معنية بتكوينات نقابة الصحفيين، هذه حق للصحفيين بموجب المادة 87 ميثاق منظمة العمل الدولية الذي صادق عليه السودان في مارس 2021 وأصبح ساريا وملزما للسودان منذ مارس 2022. وكانت لجنة الانتخابات أعلنت في وقت متأخر من مساء السبت فوز أبو إدريس بمقعد نقيب الصحفيين ب 205 صوتا، يليه أيمن سنجراب 158، ثم ميسرة 101، ودرة جنبه 86. بينما واصلت اللجنة فرز أصوات عضوية مجلس النقابة الذي يبلغ 39 عضوا حتى وقت متأخر من يوم الأحد. وأشارت اللجنة إلى أن عدد الصحفيين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 659، 63 منهم بالتصويت الإلكتروني. ونوه فيصل محمد صالح رئيس لجنة الانتخابات إلى تلف 64 ورقة انتخابية. لا يزال العمل في دواوين 4 محليات من ولاية غرب كردفان متوقف لليوم الخامس استجابة لقرار إمارة دار حمر، بينما فتح طريق الإنغاز الغربي منذ يوم السبت. وأفادت مصادر راديو دبنجة أن كافة عمليات التحصيل في محليات النهود ووتبندا والقضية والخوي متوقفة منذ صدور قرار إمارة دار حمر، فيما تواصل العمل في محليتي الصنوط وأبو زبد. وأوضحت المصادر أن المجموعات الدائمة لقرار دار حمر تشدد على إيقاف كافة عمليات التحصيل إلى خزينة الدولة، وأشارت إلى فتح طريق الإنغاز الغربي الذي يربط بين مدينتي النهود والأبيض.
واصلا عزشوا معسكر زمزم بالفاجر الأحد الاعتصام وإغلاق طريق الفاجر نيالة لليوم التاسع على التوالي، مطالبين بتوفير الأمن والقبض على المتهمين وإطلاق سراح المختطفين وتوفير الخدمات. وأكد منسق معسكر زمزم رئيس لجنة الاعتصام حسن صابر جمعة لراديو دبنجا استمرار الاعتصام حتى تحقيق جميع مطالب النازحين التي تبلغ 18 مطلبا تشمل توفير الأمن والاستقرار والتدخل العاجل لإطلاق سراح أبناء المعسكر المختطفين والبالغ عددهم 9 من الشباب والأطفال. وأكد أن اللجنة سمحت ل24 سيارة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تحمل إغاثة بالمرور. وقال صابر لراديو دبنجا أن المعتصمين جددوا تأكيدهم بعدم رفع الاعتصام إلى حين تحقيق كافة مطالبهم، وأشار إلى احتمال نقل الاعتصام إلى الفاشر خلال الأسبوع المقبل. وأضاف حسن صابر جمعة في هذا الخصوص: هو الفقوة الاعتصام دي مرتبط بالمطالب ديل، متى ما حققوا المطالب ديل أنا هنا معه. مطالبنا كثيرة جدا، عندنا في بداية الاعتصام كان عندنا 15 مطلب، ولكن الآن السقف ده زادت ووصل لغاية 18 مطلب، ومتوقع أنه بقوا 20. كشف المجلس القومي للدفاع المدني عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 99 قتيلا و93 إصابة. وأشار المجلس في تعميم إلى أن عدد المنازل التي انهارت بشكل كلي بلغ 23724، بينما وصل عدد المنازل التي انهارت بشكل جزئي إلى 35225 في وقت انهار 102 مرفق و70 مخزن ومتجر. من جانبه قال والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة في مؤتمر صحفي الأحد أن السيول أدت إلى هدم 86 منزلا في غرب أم درمان، مشيرا إلى اختراقها الحواجز الترابية. وأوضح الوالي أن المناطق المطلة على النيل مهددة بالفيضانات. وأشار إلى أن السودان يمر بظروف استثنائية خلال المرحلة الراهنة من الفترة الانتقالية. من جانبه كشف والي سنار عن انهيار كامل ل 1700 منزل وانهيار جزئي لأكثر من 400 منزل بسبب الفيضانات. وأضاف والي الخرطوم في هذا الخصوص: الآن توجد الكثير جدا من الميادين مليئة بالمياه، توجد بعض الأحياء، توجد بعض البرك، وهذا ما تجتهد الولاية بأجهزتها لمعالجة هذا الوضع الناتج عن التحول الكبير في طبوغرافيا ولاية الخرطوم. كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في معسكرات دارفور عن وفاة 3 أطفال في معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور وانهيار 200 منزل كليا جراء الأمطار التي حصلت خلال الأيام الماضية. وأشارت المنسقية في بيان أن الأوضاع في معسكر كلمة تنذر بكارثة إنسانية، موضحة أن النازحين اضطروا للاحتماء بالمدارس والمساجد، بينما ارتفع عدد الأطفال في 4 مراكز لتغذية الأطفال إلى 5250 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد والمتوسط والوقائي. وناشدت المنسقية المنظمات الإنسانية العاملة في المجال الإنساني الإقليمية والدولية والمحلية والخيريين لمساعدة المتضررين في معسكرات النازحين في دارفور. أعلنت ولاية الجزيرة تضرر 313 قرية في الولاية جراء السيول في الوقت الذي انقطع فيه طريق مدني المناقل مجددا، مما أعاق عملية إيصال المساعدات. وقال المتضررون إنهم يعيشون أوضاع مأساوية بعد انهيار منازلهم وأنهم يضطرون للمبيت في العراء، وأشاروا إلى عدم كفاية المساعدات الغذائية التي تم تقديمها. من جانبها أعلن المقدم جلال دفع الله السيد قائد الجسر الجوي بولاية الجزيرة عن تنفيذ 42 طلعة جوية لتوصيل المواد الغذائية والإيواء والمعينات الطبية والأكسجين والمحاليل الوريدية لمحليات المناقل وجنوب الجزيرة وأم القرى. وفي ولاية نهر النيل كشفت لجنة الطوارئ عن انهيار كلي لأكثر من 2500 منزل وانهيار جزئي ل 546 جراء السيول. وأضاف متضررون في هذا الخصوص: والله لك المجاسفات وحالنا متبشتي، لكن الحمد لله. والله الليل ده بالنوم في الزلط هناك، يعني ما في طريق الواحد ينوم هنا، لأنه احتمال في أي لحظة البيت يتهدم من فوق له، يعني هو ما بحاجة الدور يقعد فيها، لكن بنطلع برا خوفا من الأمراض الحائمة والبعوض. وفي ولاية جنوب دارفور فقدت أكثر من 150 أسرة مساكنة بوحدة أنتيكينا التابعة لمحلية كتيلة بولاية جنوب دارفور. وأطلقت لجان الحرية والخدمات بالمنطقة نداء استغاثة عاجل للمنظمات والسلطات الحكومية. وقال أعضاء
لجنة طوارئ الخريف الذين زاروا القرى المتضررة صباح الأحد أن الوضع مرشح لمزيد من التردي نتيجة لانهيار دورات المياه وانتشار نواقل الأمراض. وأضاف الطبيب الصادق أحمد آدم عضو لجنة طوارئ الخريف بمحلية كتيلة في هذا الخصوص: الاسم الطبيب الصادق محمد آدم الطبيب. الأمطار خزيرة جدا والأطفال والنساوين والأجهزة ينهارات هالة صعبة جدا، ونطلب من الجهات المختصة الدعم آجل جدا. بيوت حوالي 150 أسرة أو أكثر، السيول زايد ربما يكون لغايه بقرة بعد بقرة يكون 1000 بيت أو ما يزيد. وفي ولاية كسلة اجتاحت السيول يوم السبت عدد من أحياء مدينة أروما في ولاية كسلة للمرة الثانية، فيما لا تزال أكثر من 30 قرية معزولة بسبب مياه فيضان القاش منذ أكثر من شهر. وكانت لجنة الطوارئ بولاية كسلة كشفت عن وفاة 7 أشخاص وانهيار أكثر من 4000 منزل كليا وأكثر من 11000 منزل جزئيا وتضرر 2500 أسرة. كشفت اللجنة العليا لوقف مجازر غرب دارفور استمرار حصار منطقتي قبا بمحلية هبيلة في ولاية غرب دارفور لليوم 12 بسبب مقتل مواطن بواسطة الشرطة على خلفية جريمة سرقة، وأشارت إلى إلزام المواطنين على سداد تعويض مالي قدره 22 مليار جنيه. وقال كمال الزين عضو اللجنة في مؤتمر صحفي أن المسلحين حاصروا المنطقة في ظل رفض القوات الرسمية التدخل، وأشاروا إلى استمرار إغلاق سوق المنطقة. وأضاف في هذا الخصوص: الميليشيات أصروا على أنهم يستبيحوا المنطقة وحاولوا يستعمروا المواطن ويستعبدوه، والولاية قد تتدخل مطلقا اللي هو محلية هبيلة، هي دي المحلية المعنية، المنطقة دي وحدة إدارية. في نهاية المطاف المواطنين دول اضطروا لإزلال ومصالحهم وقفت والسوق مقفل. وحول المصالحات القابلية أعرب كمال الزين عضو اللجنة العليا لوقف مجازر غرب دارفور عن استغرابه للقيام بمصالحات في ظل عدم اعتراف الجهات التي ارتكبت الجرائم ومحاكمة الجناة واستمرار الانتهاكات ضد النازحين واللاجئين وغياب مؤسسات الدولة. كما انتقد تصرف حكومة الولاية في الأراضي والبلاغات الكيدية في مواجهة بعض الناشطين. شهدت مدينة بورسودان مساء السبت إطفاء كامل للتيار الكهربائي بسبب خروج البارجة التركية من الخدمة. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا إن المدينة محاصرة بأزمات الكهرباء والمياه، وأشار إلى استمرار القطوعات على الرغم من استبدال البارجة القديمة ببارجة أكبر، ونوه إلى أن انقطاع الكهرباء في الفترة المسائية والصباحية يزيد من معاناة المواطنين خاصة مع ارتفاع معدلات الرطوبة. وأضاف في هذا الخصوص: في قطوعات من الساعة 11 للساعة 2-3 يعني غرابة الخمس ساعات، يعني في أوقات الذروة المسائية وبالفترات النهارية بعد ما إنه استبدلوا البارجة، استبدلوا ببارجة أكبر منها، لكن ما زال القطوعات مستمرة. تمكنت إدارة مباحث البحر الأحمر من القبض على متهمين بقتل مدير إدارة المياه في القطاع الجنوبي بورسودان المهندس طاهر أمريكي الذي لقي مصرعه يوم السبت ونهب هاتفه. وقالت الشرطة في بيان إنها تمكنت من ضبط أداة الجريمة سكين والدراجة النارية التي كانت يستقلونها لحظة ارتكاب الجريمة واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم. وفي ولاية القضارف هاجمت مجموعة مسلحة بالأسلحة البيضاء والعصي يوم السبت معهد تعليم اللغة الإنجليزية بحي دي محمد جوار السوق العمومي بمدينة القضارف. قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي يوم الأحد إلى 580 جنيها، فيما سجل بنك الخرطوم أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك التجارية حيث بلغ 574.5 جنيها، بينما بلغ سعر الدولار في بنك درمان إلى 570 جنيها. وكان بنك السودان المركزي أعلن في وقت سابق التدخل لإحداث توازن في سوق العملة. الخبر الأخير في النشرة: كشف محامو الطوارئ عن شط محكمة جنايات درمان وسط صباح الأحد بلاغات المدونة في مواجهة 17 من المتظاهرين تحت مواد الإزعاج العام والإخلال بالسلامة العامة وتعريض طرق المواصلات للخطر، وأصدرت المحكمة قرارا بإخلاء سبيلهم فورا، ومثل الدفاع في القضية عدد من محامي الطوارئ. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.